السلام عليكم الطفيلات، شحالكم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى عاكم تعودوا بخير وعلى خير وانتم تشاهدوا هذا الفيديو. نهار جديد وفيديو جديد على القناة. ان شاء الله اليوم كيف تشوفوا ماني اللي نشارك معكم وصفات الطبخ ولا فلوغ. اليوم ان شاء الله اللي نشارك معكم وصفة ديال تبريمة الجلد، وصفة رائعة الطفيلات، نتمنى عاكم تجربوها. وصفة مجربة، وكيف تعرفوا عني ما كنشارك معكم وصفات يعني ماسكات وذا، لأنني صراحة نعجز على الماسكات، يعني ما كان عدلهم قبالة. يا غير هذه الوصفة منين جربتها قلت ضروري عني لي نشاركها ونطرحها في القناة، لأن صراحة نتيجتها روعة كيف قلت لكم. نتمنى عاكم تجربوها. وكيف تشوفوا مكوناتها مام ياسرين، عندي هون الطفيلات ملعقة كبيرة ديال الخزامة، ملعقة كبيرة من البابونج، وملعقة كبيرة من اليازير. عندي هون حبتين من الناطة، بيضة، فرماجة، والحنة كيف تشوفوا. صافي هذو هما المكونات اللي نتخطاو دريك للطريقة. الطريقة الطفيلات سهلة، اللي نقبض هذو المكونات الخزامة واليازير والبابونج، اللي نعدلهم في كسرونة واللي نضيف لهم قدر من الماء واللي نخليهم يغلو. المهم درك انا اللي نتخطى نعدل هذا الشيء اللي قلت لكم، ومن بعد نلتقى. وصفي الطفيلات، هذا هو الماء اللي صفيت، الماء اللي عدلت فيه البابونج والخزامة واليازر عقب منين نغلى وصفيتهم، وهذا هو الماء اللي حصلت عليه. المهم هذا الماء الطفيلات مازال حامي، اللي نضيف له ناطة باش تدوز فيه ما حطو مزال حامي. صافي الطفيلات، كيف تشوفوا انا هو اللي نستمر نحرك هذه الناطه في هذا الماء ما حدو مازال حامي باش تذوب، ومن بعد نتخطاو المكونات الثانيه. شو ناطه ذابت دريك نتخطى باش نضيف لها المكونات الثانيه. اللي نستعمل هذه تقدروا تستعملوا شي اي تشوبين عندكم، ما مشكله. اللي نبدا بالبيض، نضيف الحنة الطفيلات على حسب يعني واش بغيتي تعدليها جلدك كامل ولا اللي ليديك وكرعي ولا اللي تستعمليها انت واختك ولا منتك. المهم تبقى يعني الكمية على حسب. على هذا الشكل، هذه هي الكثافة ديالها. غير كلي نتخطى لي نطبقها على ايدي باش تشوفوا كيفاش لي نعدلها. حاولوا الطفيلات تعدلوا طبقها يعني تعود خفيفة ما هي غليظة باش بالعجلة تنشف وتقدروا تبرموها.
صافي الطفيلات حاول عاكم تخلوها يبين تنشف كيف تشوفوا بعد نشفت. صافي الطفيلات كيف تشوفوا برلمتها معاكم ومشيت غسلت يدي. المهم الطفيلات راهي كتخلي واحد الرطوبيه ما شاء الله يعني وتفتيح، ونتمنى عاكم تجربوها لانها صراحه عن تجربه، يعني ما هي وصفه جيت وحطيتها هكا، صراحه جربتها وعجبتني نتيجتها واخترت اني نشاركها معاكم. صافي الطفيلات من بعد ما رطبيتي بنيفيا، وانتم تقدروا تعرفوا اي مرطب تستعملوا خاص باليدين ولا المهم طفيلات هون عدوا لحقنا نهاية الفيديو، ونتمنى عنها تبريمة اليوم ولا الوصفة اللي اشتركت معاكم تعود نالتي اعجابكم. ما تنساوني من لايكاتكم تعليقاتكم والبارتاج. طفيلات اللي اول مرة يزوروا قناتي ما تنساو تفعيل زر الجرس باش يتم يلحقكم كل جديد. وهون كلكم خليتكم في امان الله الى فيديو قادم ان شاء الله. باي باي.